السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوه. النهاردة جايين نتكلم عن دور التسمين الدجاج البلدي. أيوة زي ما سمعت كده، ما تستغربش، دور التسمين الدجاج البلدي دي معناها ايه؟ معناها الدجاج البلدي اللي هو الدجاج البياض، صح، اللي بيستخدم لإنتاج البيض. ازاي بقى تسمنه وتاخد منه اوزان؟ ده موضوع مهم جدا. ليه بقى موضوع مهم جدا؟ لانه الدجاج البلدي معروف بطعمه الاجمل بكتير من الدجاج الابيض. طبعا دي تفضيلات شخصية، ممكن تلاقي حد تاني يشوف ان الدجاج الابيض طعمه احلى من الدجاج البلدي، لكن بشكل عام اعتقد ان اغلب الناس بتحب طعم الدجاج البلدي اكتر من الدجاج اللحم اللي هو الدجاج الابيض. لكن ازاي تسمن الدجاج البلدي وتاخد منه اوزان عالية؟ ده موضوع مهم جدا، لانه مختلف تمام الاختلاف عن تسمين الدجاج اللحم اللي هو اصلا مخصص للاوزان ومخصص لان هو يربي لحم ويتباع بالكيلو. قبل اي شيء اعمل لايك على الفيديو، اشترك في القناة، فعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة والباول، ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. دور التسمين الدجاج البلدي، من المعروف طبعا ان الدجاج علشان تسمنه بيحتاج لبعض العوامل المهمة اللي لازم تتوفر في القطيع بشكل صحيح. تمام، يعني ايه بشكل صحيح؟ يعني بطريقة صحيحة وبكمية صحيحة في الاكل وبروتين صحيح، والروتين اليومي يعني يكون صحيح، والعناصر الغذائية كل الحاجات دي لازم تكون صحيحة. طيب لو احنا دلوقتي لو هنعمل مشروع بيوفر مشروع تسمين الدجاج البلدي الكثير من الارباح، لكن من الضروري تتوفر بعض الاجراءات الهامه اللي هنتكلم عنها. تمام، اجراءات تخص دوره التسمين، تمام، لحد نهايه الاخر يوم، اخر يوم من اول يوم لحد اخر يوم. تمام، بتتراوح المده اللي بيتم فيها تسمين الدجاج البلدي ما بين 45 ل 35 يوم، من 35 ل 45 يوم. يعني انت بتسمنه في الفتره دي، ممكن تبيعه على 35 يوم وممكن تبيعه على 45 يوم. حلو، خلال الفتره دي كلها الكتكوت بيكتسب وزن مناسب، واللي بيكون 180 جرام في نهايه الاسبوع الاول. يعني انت دلوقتي ممكن تخلي الكتكوت ده 180 جرام في نهايه الاسبوع الاول، تخيل. نروح بعد كده ايه، اما في نهايه الاسبوع الرابع بيبلغ وزنه 1400 جرام، 1400 جرام. بعد كده بيبدأ في تلك المرحلة الدخول في مرحلة النمو بقى، لحد ما يبقى دجاجة فرخة كبيرة، ويصل لوزن 2 كيلو، وأحيانا قد يزيد الحجم عن كده بشوية، 2 كيلو كام جرام. حلو، برضو من المعروف ان دواجن التسمين بتختلف بشكل كبير عن باقي انواع الدواجن. يعني التسمين، دواجن التسمين والدجاج اللحم بيبقى مختلف زي ما قلنا في البداية، لذلك لازم نهتم بطرق التربية، لان انت هنا بتخلي الدجاج البلدي ده يعمل حاجة مش بتاعته، هو اصلا مش بتاع تسمين، هو اصلا بتاع ايه؟ بتاع انتاج بيض. فانت كده هتخليه يعمل حاجة هو مش مهيئ ليها، وجيناته وراثيا مش مهيئ ليها. تمام، فاكيد هتربيه وهتسمنه بشكل مختلف. تمام، في بعض العوامل طبعا لازم نركز عليها علشان نعمل عمليات التسمين. اول حاجة العلف المستخدم في التسمين، مهم جدا 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 ان انت لما تيجي تحط العلف للطيور تحطه على قطعة من الكرتون. تمام، ده علشان خاطر ايه؟ تحافظ على طريقة التغذية بتاعت الطيور. تمام، بعد مرور يومين من دخول الكتاكيت للحجرة اللي فيها علف، لازم تزيل الكراتين دي اللي كان موجود عليها العلف ونبدلها بأطباق. يبقى بعد يومين بنبدل الكراتين دي بأطباق. مهم جدا ان احنا نحرص في اول اسبوع من عمر الكتاكيت على تقديم العلف الناعم علشان يقدروا ان هم يبلعوه بسهولة ويقدروا يهضموه بسهولة. برضو من الضروري خلال دورة تسمين الدجاج البلدي ان انت تقوم باعداد خلطة خاصة بعلف الكتاكيت، وان تراعي فيها ان هي ما تكونش ناعمة ابدا بعد فترة. تمام، لازم تضع كميات كبيرة من البيكربونات الصوديوم او الصوديوم خلال اول اسبوع من عمر الكتاكيت علشان خاطر تحافظ على صحة الكتاكيت. من الضروري برضو ان انت تحرص على تقديم نوع ممتاز من العلف للدواجن دي. تمام، يحتوي النوع ده على طاقة عالية القيمة، تمام، علشان يتمكن الدجاج من النمو بشكل صحي وسليم.
برضو لازم عليك اثناء دورة تسمين الدجاج البلدي انك تضيف العنصر اللي بيساهم في تحسين عملية الهضم الى الخلطة الخاصة بالدواجن، تحسن عملية الهضم مع مراعاة طبعا انك تكون الخلطة دي بتحتوي على نسب متوازنة من التركيبات المختلفة والعناصر الغذائية المهمة، لان الخلطة الصحيحة هي اللي بتساعد على تقليل امكانية اصابة الدواجن ببعض الامراض زي تضخم القلب، او طبعا ده بيؤدي الى الوفاة. تمام. الكميات الضرورية بقى من الاعلاف، تمام، ممكن تقدم تغذية الدجاج دي في مساحات واسعة، ممكن تغذي الدجاج في مساحات ضيقة، تمام، ده بيغير في موضوع ايه الكميات المناسبة او الضرورية من الاعلاف. تمام. لما تربي الطيور في مساحات واسعة، الاسلوب ده يعني السماح للدواجن بالحركة في ارض كبيرة المساحة، تمام، بيتم تقديم لهم كمية ليست كبيرة من الاعلاف، تمام، ليست كبيرة، انما لما في مساحات ضيقة، تمام، دي الطريقة الاكثر استخداما بين المربيين، بيتم تربية الدواجن داخل مزرعة مغلقة مثلا، وهنا بيتم تقديم كل احتياجات الدجاج المختلفة عن طريق العلف. هنا ممكن للمربي انه يحدد كمية العلف المطلوبة حسب الغرض، انت بتربي الفراخ ليه، انما لما يكون مساحات واسعة انت بتقدم كمية علف قليلة وبتأكلهم حاجات تانية بقى، تأكلهم حاجات تانية كتير غير العلف، انما مساحات ضيقة يبقى انت كده عارف كويس قوي ان انت لازم تقدم العلف بالكمية على حسب الغرض، انت عايز ايه من الفراخ، لو عايز تسمنهم اكيد هتزود في كمية العلف. تمام. لازم برضو تركز على حاجة مهمة جدا، وهو مكان التسمين، لازم يكون المكان اللي انت بتربي فيه الطيور مطهر تماما وبشكل مستمر، من الضروري ان انت تستخدم مطهر قادر على قتل الانواع المختلفة من البكتيريا علشان تقدر تحافظ على صحة الدجاج بشكل اكبر. من الضروري برضو تقسيم المكان الى حضانة الكتاكيت والى مكان اخر للدجاج، تمام، وفصل الطعام الخاص بكل منهما عن الاخر، مهم جدا ان انت تفصل الطعام، تمام، وبرضو لازم تركز على مساحة ووسع المكان، دي حاجة برضو مهمة جدا علشان يكون المكان قادر ان هو يبقى مستوعب الكتاكيت ومستوعب الفراخ بشكل عام، يعني كل ما يكبروا اكيد وكل ما عددهم يكتر كل ما المكان لازم يكون اوسع. برضو انت ممكن تعمل بعض الحواجز الخشبية اللي بتعمل على حاجز الكتاكيت، تمام، عند الباب عشان تعرف تحافظ عليهم كويس من الخروج والهروب. لازم طبعا توفر بعض الاضاءة اللازمة للدجاج مناسبة لاحتياجاته علشان تتمكن من الوصول الى المية الى الاكل، يعرفوا يعني يتوصلوا للمية والاكل. ولازم تبعد طبعا عن اي امراض ممكن تصيب الدجاج زي الايكولاي، الاسهال، الميكوبلازما، الكوليرا. وبشكل عام يا جماعة اهم النصائح ان احنا نهتم بكميات الاكل والعناصر الغذائية اللي بنقدمها للطيور، علشان هي دي الحاجات اللي بتحدد التسمين وبتساعد الطيور بتاعتنا على زيادة الوزن. ده كان الفيديو، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، اشتراك في القناة، تفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول، ونشوفك على ألف خير في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.